التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني في ظل الصراع على المناصب في الحكومة المنتظرة، إلى أي مدى برأيك هناك تصور لشكل وآلية الحكومة الجديدة؟ يعني أنا أعتقد أنه سيتعثر تشكيل حكومة جديدة وفق السياقات اللي طرحها نائب رئيس الوزراء المكلف السيد عادل عبد المهدي، نعم، والتي تتضمن الابتعاد عن المحاصصة أو الحديث عن حكومة ذات يعني مصداقية وذات ولاية على الأمور في العراق. أعتقد أن هذا الموضوع لن يمر بسهولة مع تربص الكتل المتنفذة في البرلمان لاقتناص المصالح والمناصب والوزارات وبالتالي يعني سنشهد مزيد من الاستعصاء السياسي بين الكتل ومزيد من يعني المناورات لتحقيق مكاسب لهذا الطرف على حساب ذاك الطرف. نعم، وأنا لست من المتفائلين بتشكيل حكومة سريعة في العراق، سيما وأن الأحداث في المنطقة يعني تشهد تداعيات خطيرة وصعبة. تأخر تشكيل الحكومة أستاذ حسين يعني في أي بند يضع العراق مع الأيام المقبلة؟ حقيقة هو العراق في كل الأحوال بحكومة أو بدون حكومة الولاية ليست للعراقيين، الولاية على العراق وثرواته، الولاية على سيادته وإرادته وسياساته هي في الأغلب الأعم هي خارجية وليست داخلية. وبالتالي يعني تأخر تشكيل الحكومة يعني لن يضيف شيئا إلى مشكلات العراقيين القائمة. نعم. طيب، النائب خالد المفرجي يقول بأن تشكيل الحكومة سيعلن يوم السبت أو الأحد، يعني إن لم يتم تعثر هذا الإعلان، هل برأيك أن ذلك يمكن أن يحدث في ظل الصراع الدائر فيما بين الكتل المشاركة بالعملية السياسية؟ يعني أنت ترى المشهد، أرصد المشهد في العراق السياسي، ترى أن الكتل الكردية بينها من الخلافات بقدر الوفاقات وأكثر، وأن الكتل الممثلة للمكون السني ليست أقل أزمة من الأكراد، وصراعات بين شركاء الائتلاف الوطني العراقي السابق أو الكتل العراقية اليوم التي تشكل تحت مسميات متعددة يعني تشعبت وازدادت عمقا وخلافا. وبالتالي المراهنة على في ظل هذا المشهد على تشكيل حكومة مستقرة أعتقد يعني ضرب من إذا ما قلنا ضرب من الخيال فهو ضرب من يعني المستحيل أو شيء صعب جدا. نعم. زعيم المشكلة في العراق سيدي الكريم هو ليس في تشكيل حكومة. ماذا لو ذهبنا غدا لتشكيل حكومة؟ ما الذي ستصنعه الحكومة؟ ما هي قدرات الحكومة على إحداث تغيير في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في المصالحة، في ملفات عديدة في البلد؟ نعم. وبالتالي هل هذه الحكومة قادرة أن تقدم للعراقيين شيئا جديدا أو أن تحل بعض معضلاتهم الحقيقية؟ ونحن نرى الولايات المتحدة كالكلب المسعور تنهش كل العالم، فما بالك في العراق اللي الآن تعتقد أنه هي من خسرت الكثير في العراق ويجب أن تعوضه. يعني نحن أمام مشهد الحقيقة مركب ومشهد يعني غير متفائل. نعم، في السياق زعيم حزب الفضيلة نديم الجابري السابق طبعا يقول بأن الأحزاب لن تتخلى عن الحصص في الحكومة المقبلة. يعني عادل عبد المهدي برأيك هل سيرضخ لعرف المحاصصة رغم التصريحات التي كررها بأنه استنكر المحاصصة ولا يريد محاصصة، وغالبا ودائما ما يقول بأنه بعيد عن المحاصصة والحكومة الجديدة سوف تكون ليس لها علاقة بالمحاصصة نهائيا؟ دلني على سياسي عراقي يقول بالمحاصصة. لا أحد يقول بالمحاصصة في العراق، لكنهم كلهم يشتركون في عملية المحاصصة. نعم. يعني الكل يبحث عن المحاصصة، الحديث في الإعلام شيء والتصريحات شيء والواقع الميداني شيء آخر، يعني شيء مختلف تماما. نعم.
كيف ترى مستقبل الحكومة المقبلة أستاذ حسين؟ والله إذا ما تشكلت حكومة في لن تكون أوفر حظا من الحكومات السابقة. نعم الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.